ايوه راح رحنا بها رحنا بها رحنا بها رحنا بها من الطيار. احب اقدم شكر خاص للمنتسبين. اذا حاب تنتسب وتدعمني بالقناه كل اللي عليك انك تضغط على الزر الازرق او تدخل على اول رابط موجود بالوصف. بس شو بدنا نسوي؟ نقتل هذول كلهم؟ احلى هبوط اضطراري. اوه متت بس رجعوني جنبه كان يا زلمة. بين عندي انك هديت. وينك؟ لا لا هو عدو كلك يا فيصل. لا 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 فيصل تلحق تلحق قاعد قوس علينا. تعال تعال شو هو؟ لا تقول لي ذبحوه. لا معطوني. اوكي تعال 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 يلا يلا اصعد. ايوه شد. شو رايك بالتدريعة تبعت السيارة؟ هاي كاسحة كاسحة ما هي مدرعة. بس بقول لك عشان هيك دائما المحل يكون ابعد سلاح هاي هون يكون الشاحنات اللي مدرعة. أيوة شو رايك يا بروفيسور؟ اسمع بروفيسور بعد ما نصف السفينة. ايوه ليش طلعت يا بروفيسور؟ انا طلعت وراك انا ماشي. لا انت طلعت يا رجل ولا ماشي وراك؟ لا
افهمك. وينه؟ هاي انت قاعد تركض قدامي. شلونكم انا اذا صاك شحني؟ الشحنة صافة يا زلمة. فيصل. ايوه. انا بركض البوليس. هاي الشحنة انا سايقها. هسع سكتة. يا قد محدد. لا انت تبيش محدد. لا. هسع ما ادري بحدك انت راح تختفيت. بقول لك انت طلعت. الشحنة معاي. طب الشحنة معاي وين اوديها وين اوديها؟ خلاص انت طلعت انت طلعت السلفر حقيقي. اوه وبعدين مع السالفة دقيقة لازم احضرهم كلهم دقيقة دا قوي النت اجباري. لما تروح تبلش تصوير يطلعوك. لا يبلش تصوير انه بس انه طلعوني باخر المهمة. هو عم يكشفوك. لازم تدور على التوك بوكس. شيل سلاحك من ايدك مشان ما يكشفوك. تعال خذ طبيعي. يفكروك عام كل السلاح وخط فيه ومشي شوي شلون؟ اوكي راح وين اللي لقي يعني بدنا ندورنا شي شغلة؟ اوكي هنا في مكان. ايوه شايف الخضار تشوفه؟ ايه هو على القز مشي شوي لا مش هيك لازم ندور على شي شبه هو على طرقص فيه. ما انا حييت اتغاد عنه. ايوه هي شوي خلينا ناخذه اضغط اي ولا اف؟ خلص سمع خفته خفته. يلا خلينا نرجع. حلو نفذنا المهمة دون ما نقاتل. عملية تسلل ناجحة يا أخي. خبير عماد. احنا جاي على بالكم بس المشكلة إذا رقصت راح يبدو كله يلحق فينا ويتقن. اوه بلش عند الإشارة ضعيفة صار ينطيني. وين؟ بعرته؟ وين طيارتك؟ لحظة وينك انت؟ رح اموت بسرعة. تعال معك يلا. ليش قوست عليهم؟ لازم تخلي حماس. ليش قوست عليهم؟ ها؟ انت شكلك طلت سلاحك. لا ما طلت انت اللي قوست. روح دمر نقطة بسرعة وينك؟ اركب يلا روح. تمت خلاص. يلا روح. You can go through the front door.
وين نزلت مبين؟ اندعس اندعس. يلا 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 مهمة اختراق هسه. يا او ماي جاد شو العدد اللي قدامنا هذا؟ يلا اوب وين وراك يا زلمه؟ في 60 واحد لازم نعرفوا ليه تشد براس والله شوفوه ها حلو رت من جوا ايوه انت الصفي وانا اجي وراك. يا شوي زحشوا قدام مثل هذا المكتب تبع الشركة ملا كل الأرضية مصاري على تلفزيونات على أسلحة. أيوة طب واحد قدامه ايش شنطة فلوس ما يشيلها؟ بس بعد 88 دي قاعد تعمل هيك 25 25 25 32 25 32 لا دي 25 32 ولا كيف عندك ثلاثة شو؟ تمت أتوقع تمت. طيب خمسة أيوة كفو. كلهم شال تفتح الباب هذا؟ أيوة في الأسلحة. أوه ماي جاد. أخيرا. خلاص خذيت كل شيء أنت؟ I would use personal weapons on operations such as this. Let me tell you, my late 20s were a turbulent time for this reason. I learned my lesson. Nothing personal. Nothing. يلا let's go. Everything new. Everything clean. اخش شلن. عطيرة عطيرة بسرعة انقض عطيرة. دعسني دعسني يلا طير طير مدير. ايوه راح رحنا بها رحنا بها رحنا بها رحنا بها من الطيار. من وين نعيد هسه؟ واحد خرب علينا يا خش لنا هذا. روح جيب الشنطة يا سبا جيب الطيارة روح جيب الشنطة. وين الشنطة؟ تحت بس تحت. اوكي خذيت الشنطة لي. يوه وينك وينك؟ خذيتها؟ خذيتها ايه. يلا يلا انزل. هاي
انزل انزل على جسر من غاد. يا خش لن ابو الطيارة قاعد يرش علي. اوه ماي جاد. يا اخي ابو الطيارة هذا كارثة. بسرعة. يلا يلا راح اخذ الشنطة بس. جايك جايك جايك. لا يا شيخ تعال. طير. روح روح. ايوه خلاص فلم. اوكي يا عيني. طب شو لهم بالخراب هم يعني؟ شو هدفهم؟ اللون عشان سمكم الاسلحة. ودم الاسلحة هم؟ احنا جبنا عليهم تركنا الاسلحة للتركيب. رانك اب اوكي صار 17 حلو. ايوه ايوه يا عيني عليك والله. بدي هاي الحين بس مشكلة حظوظ. روح 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 دغري على الغواصة. خلاص فتت انت ممتاز. بدك معي بدك معي. ايه يا عيني عليك يا اخي والله معلم.